السلام عليكم أصدقائي، حياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم السي اس اس. حنتابع موضوع الباكي جراوند، وحناخذ اليوم الاتاتشمنت والشورت هاند. خلينا نشوف كيف. الحلقة الماضية لما أخذنا موضوع الباكي جراوند ايمج، إذا بتتذكروا هذا الكود كان في الحلقة الماضية، اخترنا السيلكتور اللي هو البادي إذا بتتذكروا، واخترنا عندنا أول ديكلاريشن كان الباكي جراوند ايمج الصورة، وانه الصوره ما تتكرر باك جراوند ريبيت، والبوزيشن للصوره او الصوره اللي في الباك جراوند وين يكون. واذا بتتذكروا بنعمل رن، فعلا عندي صوره ما تكررت وكانت على موضوع اعلى اليمين بالنسبه للصفحه. طيب اليوم بدي اخلي هذا الكود عشان اضيف عليه شيء عشان تفهموا شو موضوع الباك جراوند اتاتشمنت والشورت هاند. خلينا اكبر انا اول شيء الصفحه ابييرانس وانتر بريزنتيشن مود ونعمل تكبير. طيب بدي اكتب جمله بالبادي، ليش؟ لاحظوا هون تقدرش تعمل سكرول للصفحه تنزل او تطلع، لانه الصفحه ثابته كونه ما في كونتنت ينزلك لتحت، يعني السكرول بار اللي على الشمال هذا مش موجود، الفيرتيكال سكرول بار او الهوريزونتال سكرول بار. طيب انا بدي اضيف بعض الجمل معينه في البادي، جمل عادية عشان يصير في عندي مساحة أتنقل فيها. خليني أوريكم، مثلا بدي أعمل لي فقرة يا جماعة بي، أسكر البي، بكتب هون مثلا the background image the background مثلا image، هاي الجملة خليني اكرر هاي الجمله يا جماعه as much as I can. كنترول سي كنترول دي. هسه بقول لكم ليش بعمل هيك. بدي اعمل بالبادي بدي اعبيه هاي الجمله. طيب طيب الان يا جماعه لو اجي انفذ شو بكون عندي؟ شايفين لسه ما نزلتش، بدي احاول اخلي في مجال لتحت كمان حتى اقدر امر نزول للصفحه. راح ارجع الكود وراح اعمل كوبي بيست لكل هذا الكود واجي اعمل في، تعال نفذ. شايفين صار في عندي الفي سكرول بار هذا، شايفينه؟ لما بنزل انا ايش بصير يا جماعه؟ الصوره ايش؟ راحت فوق صح؟ الصوره راحت فوق لاني انا نزلت مع النص، لاني انا نزلت مع النص. موضوع الاتاتشمنت في اتريبيوت جديده حلوه بضيفها، طلعوا كيف؟ هي انا بطلع بنزل مع النص الصوره فوق بتروح. في انا عندي يا جماعه زي ما بيحكوها اتريبيوت راح اضيفها هون حتى تخلي لي الصوره ثابته، يعني حتى لو نزلت ينزل النص بس الصوره ثابته. شلون يعني؟ هي اسمها باك جراوند، باك جراوند داش اتاتشمنت اوكي نقطتين، والقيمه راح اخليها فيكست فاصلة منقوطة. ايش اللي راح يصير؟ اللي راح يصير كالتالي، لما تيجي تعمل رن، هلا المفروض لو انزل لتحت انا مع النص الصورة حتطلع فوق، لكن الان بعد هاي الحركة شو صار؟ مين اللي نزل؟ اللي نزل النص بس الصورة ايش؟ ثابتة، شايفين؟ الفيرتيكال سكرول بار بنزل للنص، ها؟ لكن الصورة ايش؟ فيكسد ثابتة. هذا الحكي عملته انا الان متى؟ لما ضفت باك جراوند اتاتشمنت ايش يا جماعه؟ فيكست باك جراوند اتاتشمنت فيكست. طيب اما مثلا لو الوضع الطبيعي انك يا اما تشيل هاي الجمله، يا اما تشيل هاي الجمله كامله زي ما كنت قبل شوي هيك، يعني هاي كنترول اكس بدي اشيلها نفذ، شو اللي بصير عندك؟ لما تنزل تطلع الصوره فوق، بنزل الكلام ما بتضلش الصوره ثابته صح؟ او باختصار شديد انك تعمل كنترول في بدل فيكسد، شو تعمل؟ خلينا نجرب نعمل ايش؟
شيء ثاني اسمه سكرول. سكرول ها نفذ هاي يعني سكرول زي كأنك ما حطيتش أي جملة. شايفين لما بنزل تطلع الصورة لفوق مع النص كون النص اللي بتحرك. أما لو بدي أثبتها بدل سكرول إيش بعمل؟ فيكس يا جماعة. اللي بصير عندي إنه النص اللي حينزل والصورة إيش والصورة ثابتة. هذا موضوع اللي هو الاتاتشمنت. هذا موضوع اللي هو الاتاتشمنت. طبعا لو أشيل هاي الجملة يساوي موضوع إنه بدل فيكس سكرول. طيب هاي عندي موضوع يا جماعة موضوع الاتاتشمنت موضوع الاتاتشمنت. الآن الشورت هاند. قضية الشورت هاند باختصار شديد كالتالي. خليني أشيل بالله موضوع الفيكس. خلاص خليك تتحرك زيها زي السكرول. شايفين لو حطيت فيكس إيش ثبتت الصورة. الآن قضية الشورت هاند يا جماعة خليني أضيف لي بالله أتريبيوت بسيط جدا. أوريكم إياه المبدأ. طيب أنا ما بديش هذا النص كله. ما بدي إياه خلاص. No need يعني راح أشيره بالبدي. خلينا نرجع هون. الشورت هاند زي ما أنا عامل هون عندي يا جماعة زي ما بيحكوها ثلاثة declaration background image والباكجراوند ريبيت والباكجراوند بوزيشن وانه كل واحدة لها قيمة. يعني الباكجراوند ايمج قيمتها اللي هي 1.png. باكجراوند ريبيت قيمتها الفاليو تبعتها نو ريبيت. الباكجراوند بوزيشن الرايت توب. طيب انا ممكن اعمل شغلة بسيطة كاختصار اني ما احطش مين ما احطش اللي هم البروبرتي اللي هي باكجراوند ايمج والباكجراوند ريبيت والباكجراوند بوزيشن. اني ما اكتبهم مش اني اكتب مباشرة القيم. شلون يعني؟ يعني بكل بساطة كالتالي بدي اشطب كل هذا الكلام اللي هو عبارة عن ثلاث جمل ديكلوريشن. كل جملة كل سطر ديكلوريشن يحتوى على بروبرتي وعلى فاليو. بدي اشيله واختصر بحركة بسيطة جدا. اختصر كل القضية بحركة بسيطة جدا. الحركة اللي هي عبارة عن اكتب باكجراوند اوكي باكجراوند. شو اللي بصير زي ما كنت اكتب باكجراوند ايمج باكجراوند بوزيشن باكجراوند كلر باكجراوند ريبيت. لا خلص بما انه كلهم باكجراوند بحط باكجراوند واحدة وبروح ايش بحط الفاليوز القيم كلها. بمعنى كانت اول قيمة عندي ايش يا جماعة اذا بتتذكروا URL نقطتين. شو كان عندي او من دون نقطتين URL افتح قوس ونقول ايش double quotation 1 dot اللي هي png. ما حطيتش الباكجراوند ايمج يساوي او كذا لا مباشره باكجراوند ايمج ما حطيتش البروبرتي حطيت القيمه تبعتها. اذا حطيت انه ايش في عنده صوره تمام انه في عنده صوره سبيس وانه ملهاش ريبيت داش نو ريبيت تمام وسبيس رايت ايش يا جماعه اللي هو توب. اذا هون انا بعملت اختصار بدل ما قبل شوي كنت كاتب الخاصية وقيمتها. يعني لما كنت كاتب background image وحاطت url 1.png وكنت background repeat حاطت no repeat وكنت كاتب background position نقطتين right top لا ما حطيتش الورقتي حطيت الvalues مباشرة بsingle line بسنجل لاين لانه كلياتهم معتمدين على ايش الباك جراوند. تعرف في عندي هون فاليو هذا الصوره وهون حاله الريبيت هون الموقع تبع الصوره اللي هو البوزيشن. هنشوف ننفذ بالضبط. طلع عندي يا جماعه صوره ومش مكرره وفي اعلى صفحه على ال ال ال, 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 ال اليمين في اعلى صفحه على اليمين. اذا اللي باختصار خليني بالله اعمل كابي لهذا السطر عشان اوضح لكم بالضبط او اكس خليني كنترول زد
سوري عمل كنترول سي. طيب كنترول زد راح اشطبه اوريكم شغله. هذا اللي كان، هذا كان الوضع الطبيعي. شو يعني هذا السطر؟ هذول الثلاث اسطر كلياتهم اللعبة بما فيها، هذول الثلاث اسطر كلياتهم اللي هم عباره عن البروبارتي والقيمه، البروبارتي والقيمه، البروبارتي والقيمه، خسرتهم كلياتهم في مين؟ في هذا السطر، في هذا السطر، بحيث اني حطيت القيم مباشره من دون البروبارتي. بما انه ليش عملت هيك؟ لانه كلياتهم نفس البروبارتي، باك جراوند باك جراوند باك جراوند، خلاص حطيت واحد باك جراوند ورحت حطيت القيم الثلاثه اللي هن يو ار ال 1.png نو ريبيت وتوب رايت. هيك بنكون كمان اخذنا موضوع الشورت هاند وموضوع الاتاتشمنت. ان شاء الله الحلقه تعجبكم، اي كومنت برحب فيه اسفل الفيديو. لا تبخلوا علينا بلايك سبسكرايب وشير، واذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا، وان شاء الله بلقاكم في حلقه جديده من سلسله حلقات CSS قريبا. سلام عليكم.